حادث مروري مؤسف ومؤلم أدى بحياة جميع الركاب في طريق الموت، طريق العبر، الطريق الذي فشلت ما تسمى بالشرعية في حتى ترميمه من داخل منفذ الوديعة. توفي 7 أشخاص اليوم جراء حادث مروري مروع في طريق العبر الوديعة بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. وقالت مصادر محلية أنه تم نقل الجثث إلى ثلاجة أحد مشافي حضرموت. ونقلت مصادر محلية أنه تم نقل الجثث إلى ثلاجة أحد مشافي حضرموت دون معرفة أقارب المتوفين. وبحسب المصادر فإن المتوفين هم نجيب صالح المذحجي ونعمان أحمد المذحجي وأحمد سعيد الأرياني ومروان حسن الشوافي وعبد القادر عبد اللطيف الشوافي وثابت عبد الله الريمي وجلال محمد النجار